بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدنا نشوف إحدى تطبيقات للـ Proposition Logic اللي هو بالـ System Specifications. بالعادة الواحد لما بده يجي يعمل سيستم معين بده ياخذ متطلبات هذا السيستم، هاي المتطلبات بياخذها من اليوزر، بعدين بروح بعمل ديزاين وإمبلمنتيشن لهذا السيستم. هلا هذه المتطلبات المفروض ما يكون في تناقض بيناتها، هاي المتطلبات بالعادة الواحد بياخذها من يوزرز مختلفين وبده يتأكد هل في تناقض أو ما في تناقض بيناتها. وهنا بيجي استخدام الـ Proposition Logic. ممكن نستخدم الـ Proposition Logic عشان نشوف إذا في عندي مجموعة من System Specifications، نشوف إذا كانوا consistent أو في contradiction بيناتهم. consistent معناته إنهم متوافقين هذه المتطلبات وما في أي تناقض بيناتهم، عكسها بيجي عندي الـ contradiction. هلا كيف ممكن نستخدم الـ Proposition Logic؟ بالأول هذه المعطيات اللي موجودة عندي للـ Specification، بدي أمثلها عندي على شكل Propositions. بعدين بدي اخذ الاند لهدول البروبوزيشن كاملين واشوف بالنهايه للتروث تيبل، اذا كان كونتراديكشن كان كله فولس معناته في تناقض بيناتها ومعناته ما بقدر امثل هذه المتطلبات. اذا ما كانت كونتراديكشن ما كانت كلها فولس معناته انه هي كونسيستنت ومعناته انا بقدر امثل هذه المتطلبات. في عندي هون ثلاث متطلبات، هذه المتطلبات بتحكي قاعده عندي عن سب سيستم، خلينا نحكي هذا السب سيستم بحكي قاعد عندي عن بستقبل عندي مسج هذا السيستم، وبعدين بحدد هذه المسج اللي بدها توصله ايش بده يعمل فيها، هل بده يخزنها ولا بده يبعثها. فاول متطلب بقول لي the message is stored in the memory or it is retransmitted. المسج اللي بتوصلني المفروض اني اخزنها بالميموري او اني ابعثها، يعني اول يوزر بقول لي اي مسج بتوصلك المفروض يا اما تخزنها او انك تبعثها. إذا رمزنا لهذا الرمز the message is stored in the memory برمز P it is retransmitted برمز Q، فإذا راح يكون هذا المتطلب عبارة عن P or Q. هلأ بما أن هذول كلهم متطلبات بنحكي عن one system، فأي مسج بتتكرر عندي أي جملة بتتكرر عندي المفروض أعطيها نفس الرمز. فمثلا الجملة الثانية the message is not stored in the memory المفروض تكون عبارة عن not P. والجملة الثالثة if the message is stored in the memory then it is retransmitted هتكون عبارة عن P implies Q. هلا المفروض أمثل truth table لكل واحدة من هدول الثلاثة، أعمل بيناتهم AND وأشوف في الجدول النهائي هل هو consistent أو هل في عندي contradiction بيناتهم أو لا. بما إنه أنا عندي هنا بس متغيرات اثنين فراح يكون عندي أربع احتمالات. true مع true، true مع false، false مع true، false مع false. أول إشي عندي P or Q، نعرف إنه ال or إذا كان واحد من هدول الاثنين ال P أو ال Q كان true راح يعطيني الجواب true. not P، not P عكس أو النفي ال P، فإذا كان ال P true بيصير false وإذا كان false بيصير true. بعدين عندي P implies Q بكون عندي false بحالة واحدة، لو كان الشرط true جواب الشرط false بكون false، غير هيك راح يكون عندي true. لو كان الشرط true جواب الشرط false بعطيني false، غير هيك راح يكون عندي true. هلا الخطوة الثالثة بدي اجي اعمل AND لهدول الثلاثة، بدي اعملهم AND. هلا احنا اخذنا AND بس لـ 2 propositions، لو ثلاثة بشكل عام فكرة الآن لو كان أي واحد من الـ propositions false بعطيني الجواب false، لو كانوا كلهم true بعطيني الجواب true. فأول حال عندي true مع false مع true راح يعطيني false، true مع false مع false راح يعطيني false، true مع true مع true راح يعطيني true، وآخر شيء false مع true مع true راح يعطيني false. هل هذا contradiction؟ لا، لأنه مش كله false، في عندي حالة واحدة مش هي false. هذه الحالة هي الحالة الوحيدة اللي بتحقق عندي الثلاث شروط اللي موجودة عندي، يلي هي بتكون أنا عندي الـ P false والـ Q true. إيش معنى الـ P false والـ Q true؟ هلأ الـ P the message is stored in the memory، لما أجي أحكي false المفروض إنه نفي هذه الجملة، فالمفروض إنه المسج ما تتخزن بالميموري، ولما أجي أحكي عن الـ Q true معناته إنه المسج لازم تنبعث. فبفهم إنه السيستم تبعي المفروض إنه المسج بس يبعتها وما يخزنها داخل الميموري. لو تلاحظوا هذا الإشي اللي راح نعمله بيحقق عندي الثلاث شروط، لأنه أول واحد أول شرط بقول لي إنه يا إما تتخزن أو تنبعت، أنا أريد بدي أبعتها
الثاني بيقول المفروض المسج ما تتخزن، يس انا ما راح اخزنها. الثالث بيقول لي اذا المسج تخزنت المفروض انك تبعتها، انا اريد انا مش مخزنها واصلا بدي ابعتها. فهذه الحاله بتحقق عندي الثلاث شروط. فهذا احدى تطبيقات عندي للبروبوزيشنال لوجيك من خلال السيستم سبيسيفيكيشنز. طبعا لو كان انا عندي مجموعه كبيره من السبيسيفيكيشنز ممكن من خلال تول، انا هذه التول بعطيك كل هذول البروبوزيشنز وهو لحالها التول بتقدر تحدد هل في كونتراديكشن بيناتهم او ما في كونتراديكشن.